أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الأستاذ رضا صاحب شركة MR. أستاذ رضا، أول شيء بنحب نرحب فيك اليوم بالبرنامج معنا، نورتنا ونورت شاشة ABC العربية. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن الأستاذ رضا. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. انا احب اول اسلم عليكم على قناة ABC، بعدين اعزي الشعب العزيز المحترم الامارات بوفاة الشيخ خليفة، الله يرحمه ويغذي روح الجنة. تعيش امين. انا رضا سراج، صاحب شركة MR. اسست الشركة حدود سنة 2021، يعني اواخر 2021، وعندي شركة بعد واحدة السراج مطلق للمواد الغذائية. أستاذ رضا، خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدمها شركة MR. عين شركة تجارية عامة ومهنية، ودخلنا 157 مستثمر ما شاء الله في واسطة تأسيس الشركات، شراء 9 شقق للمستثمرين، تأجير 24 شقة، تأجير 85 مكتب للمستثمرين، شراء حدود 60 سيارة للمستثمرين هاي الدولة. ما شاء الله. وهذه كافة خدمات الحين شركة MR قاعد تقدمها للمستثمرين واشخاص اللي يجون بهذه الدولة. احنا نساعدهم ونساندهم في استقرارهم، في اشغال اللي هنا، يعني بقدها يقدرون يسوونها. يعني هذا بعد، يعني ما شاء الله، توسع خدمات كثيرة تقدمها شركة MR للمستثمرين من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد. خبرنا أكثر عن المميز عندكم في شركة MR. احنا ما بنفكر اللي نركز على موضوع الربح، ركز على موضوع كواليتي الخدمات اللي نعطيها للمستثمرين. طبعا، وهذا ميزة نجاحنا بهذه الشغلة الحين. أكيد، والحمد لله والشكر. طبعا، دائما ما كان المستثمر يفكر في انه الشركة تقدم له جميع الخدمات بمصداقية وبكواليتي عالي، دائما رح يرجع، وحتى يعطي خيار للمستثمرين الاخرين من نفس الدولة بانه يجي على شركة MR. خبرنا عن، او اعطينا نصيحة للمستثمر. المستثمر يبي دعم، حماية. المستثمر من يجي من اي دولة هنا عشان يكبر حياته، يعني يريد دعم وحماية، خصوص من الشركات اللي مجال أشغال نحن قاعد تشتغل. المستثمر عنده فكرة، عنده طموح، عنده خطة بشان نجاحها، بشان مستقبله. وهذا الموضوع وايد مهم، اللي احنا بطريقة بهذا الطريق نقدر نساعده ونسانده. أكيد. خبرنا عن الهدف، الرؤية المستقبلية بمعنى آخر. الهدف، كل إنسان يحب مستقبل راغي. أكيد. مستقبل مضمون. أكيد. هذه الدولة قدمت هالشغل، قدمت هذا الشيء كل نجاح. صحيح. وكان عندها إنجازات كبيرة. هذه الدولة فتحت صدرها للعالم، والحين الإنسان اللي ساكن بإمارات كان ساكن في العالم كلها. بالفعل. هذا الموضوع وايد مهم، وهذا الشيء شيء احساس اللي انت من اي وقت اللي تطلع برا تشوف الجنسيات، الكل كلها مرتاحين، كلها عايشين بامان وبسلام. اكيد، هذا الشيء وايد مهم لنا. اكيد. طبعا احنا رحنا على اهم نقطه، وهي الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده. أكيد. ماذا يعني لك الامن والامان؟ امن والامان كل شيء. اكيد، كل شيء. الأمن والأمان، الإنسان يتعب حق الأمن والأمان، الإنسان يتعب حق اللي يشوف أهله ناس مرتاحين. أكيد. وهذا الشيء اليوم وايد مهم. حابين نوجه رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا بالأول أشكر كل من يساهم في أمن والأمان بهذه الدولة. صحيح. وبعدين شيوخ هاي الدولة، من محمد بن راشد آل مكتوم القائد،
والله يوفقه. آمين. عنده طريق طريق كبير قدامه، والله إن شاء الله يحفظه. ومحمد بن زايد النهيان القائد اللي اليوم كلها النظرات عليه، وإن شاء الله الله يوفقه. آمين يا رب العالمين. في نهاية الحلقة وفي نهاية مقابلتنا مع الشخص ورجل الأعمال الرائع أستاذ رضا، حابين نعرف كيف ممكن نتواصل مع شركة MR. طريقة التواصل من طريق الإنستغرام والهواتف. طبعا جميع أرقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي ستظهر أسفل الشاشة. نورتنا أستاذ رضا، شكرا لظهورك معنا اليوم في برنامج رواد الأعمال. إلى هنا أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز أستاذ رضا. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC Arabia. دمتم بخير وفي أمان الله.